عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا قام قائم آل محمد عليه السلام ترب فساطيت لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. يشكل البعض ممن يجهلون القراءات في القرآن الكريم على قراءة الإمام أحمد الحسن عليه السلام التي هي قراءة آل محمد عليه السلام، ويجهلون أن كل المسلمين سنة وشيعة يقولون بوجود عدة قراءات للقرآن الكريم ويقبلونها، وبينها اختلافات في الإعراب والصرف. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم المغضوب عليهم بل وزيادة ونقصان لأحرف وكلمات. من يتول فإن الله هو الغني الحميد، ومن يتول فإن الله الغني الحميد، الله هو الغني الله الغني. لما لا تقبلون قراءة آل محمد عليه السلام وتقبلون قراءة نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وغيرها؟ وإلى اليوم من لديه معرفة بالقراءات السبعة يقرأها بها جميعا مثل عبد الباسط، فهو يقرأ بالقراءات السبعة، وإذا وصل إلى كلمة فيها قراءتين أو ثلاث يقرأها أكثر من مرة، وكل مرة قراءة. هل تعرفون معنى القراءات؟ هل تعرفون الاختلافات الموجودة بينها؟ هل سبق وسمعتم قراءات أخرى غير التي تعودتم أن تقرأوا بها وتعتقدون أنها فقط القراءة الصحيحة لأنها الطبعة الموجودة عندكم؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي، وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأن اخترناك فاستمع لما يوحي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأن اخترناك فاستمع لما يوحي.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترناك. وأنا اخترتك. القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر ليست هي الأحرف السبع التي يقول بها السنة، فسبب تعدد القراءات هو أن القرآن لم يكن فيه تنقيط ولا حركات ولا همز. قرأوا الرسم بصور متعددة بحسب ما يتصور كل قارئ فكثرت القراءات، والسلطة الأموية وحدت الناس على قراءة القراء المعتبرين عندهم، فقبلوا سبعا ورفضوا الأخرى. فأهل البيت عليهم السلام لهم قراءة للقرآن الكريم، وهي القراءة الصحيحة، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلماذا لا تقبلون قراءة أخرى منسوبة لآل محمد عليه السلام وهم أهل بيت نبيكم وأعلم الناس بالقرآن الكريم، وتقبلون كل هذه القراءات؟ لا يخدعكم هؤلاء الكذابين الجهلة الذين حتى لا يعرفون القراءات السبعة، ومع هذا يعملون فيديوهات يقولون فيها أن الإمام أحمد الحسن عليه السلام لا يعرف أن يقرأ القرآن. تلك إذا قسمة ضيزعة. أليس هكذا يشكلون على قراءة الإمام عليه السلام لكلمة ضيزعة، وهي القراءة الصحيحة لأنها قراءة آل محمد عليه السلام، قراءة المعصوم. ثم لا أقل أنها موجودة كقراءة مسموعة عند العرب في كتب السنة وفي كتب الشيعة مع قراءات أخرى للكلمة، فيقال ضيزة بفتح الضاد، ويقال دأزة بالفتح والهمزة، ويقال أيضا دؤزة بضم الضاد والهمزة. ولنسمعها الآن بقراءة أخرى. ومناءة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم. مسحورون. أليس هكذا يشكلون على قراءة الإمام عليه السلام لكلمة سكرت، لأن الإمام عليه السلام قرأها بالتخفيف مع أنها أيضا موجودة في كتب السنة والشيعة؟ فلنسمعها إذن. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إنما سكرت. فهل الآن تقبلونها لما يقرأ بها غير آل محمد عليه السلام، وترفضونها لما يقرأ بها آل محمد عليه السلام؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. منهما لم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. كافر والديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إحسانا. أيها الناس، لا يخدعكم فقهاء الضلال وأعوانهم. اقرأوا، ابحثوا، دققوا، تعلموا،
واعرفوا الحقيقة بأنفسكم، لا تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث لا ينفعكم الندم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هذه نصيحتي لكم، والله إنها نصيحة مشفق عليكم رحيم بكم، فتدبروها وتبينوا الراعي من الذئاب.